ذات يوم كان هواء هذا الكوكب منعشا، وخضاره ممتدا، وصيفه سلاما بلا حرائق، وبحاره متزنة لا مضطربة. قبل قرابة 80 عاما كان يمكن أن ننقذ الكوكب، لكن أجدادنا لم يستمعوا للنداء الأخير. اليوم لا طبيعة، لا موارد، لا حياة. جئت إليكم من المستقبل لأبلغكم الخبر الحزين. عالمكم القديم قد غرق. دمر الاحترار 95% من الأراضي الخصبة بحلول 2050. عشرات المدن ابتلعتها مياه البحار. المنسوب ارتفع بأكثر من 60 سنتيمتراً. المحيطات باتت حمضية وتدمر الثروة السمكية بفعل غازات الدفيئة. الجليد آخذ في الذوبان، وفقدنا نحو 15% من مساحته، ويهدد بغرق الملايين والمزيد من التعاسة. درجة الحرارة ليلاً تصل اليوم 38 درجة مئوية، والنوم بات يجافي العيون. كل ما سبق لم يحدث بعد. قادتنا وشعوبنا كثفوا جهودهم لمواجهة التغير المناخي. أطلق نداء الإنقاذ الأخير من شرم الشيخ في 2022، عندما اجتمع قادة العالم في مصر لوضع حل نهائي للأزمة قبل أن يضيع الكوكب. مبادرات عربية انطلقت نحو التحول الأخضر. مصر كشفت عن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ، وأطلقت مبادرة اتحضر للأخضر، وأعلنت عن رؤيتها الموحدة مع إفريقيا لمواجهة الكارثة المناخية العالمية. المملكة العربية السعودية أطلقت مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر بهدف زراعة 60 مليار شجرة. الإمارات أطلقت استراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. مصير أبنائنا في المستقبل مرتبط بما سنفعله حيال التغير المناخي اليوم. يحتاج عالمنا إلى المزيد من المبادرات والأفكار الخضراء. فهل نتحرك معا نحو مستقبل مستدام قبل أن تضيع فرصتنا في إنقاذ عالمنا؟